مؤتمر الخدام القاهرة عام 1979 ميلاديا، يوم 1 أغسطس. كلمة الأب بيشوي عن الإيمان في المفهوم الأرثوذكسي وعلاقة هذا بالخلاص. إيمان كلمة واسعة جدا، والقصد من حديثنا في هذا الموضوع هو شرح ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الكلمة في المفهوم الأرثوذكس، وعلاقة هذا بالخلاص، الإيمان في المفهوم الأرثوذكسي هو الإيمان الحي العامل بالمحبة، وليس هو مجرد الإيمان العقلي أو قبول فكرة معينة والاقتناع به، لأن الإيمان بالسيد المسيح هو الأساس الروحي الذي يستقر عليه خلاص المسيح في النفس، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا كان هذا الأساس الروحي مناسبا ومتوافقا مع مطالب الحياة مع المسيح، بما في ذلك محبته وحفظ وصاياه والعمل على مرضاته وتصديق ما قام به لأجل خلاص البشرية. الإيمان أساس وشرط أول للخلاص، ولكن ليس هو الشرط الوحيد، فهناك شروط أخرى للخلاص سوف نسمع عنها في هذا المؤتمر أو قد سمعنا عنها بالفعل. الإيمان الحقيقي يشغل قوى النفس كلها ويؤهلها لقبول السيد المسيح كمخلص شخصي، فالفكر يقبل قواعد الإيمان وبخاصة ما يختص بلاهوت السيد المسيح وفدائه من حيث تجسده وصلبه وقيامته، وما يختص بعمل الروح القدس في الكنيسة في الأسرار من حيث الولادة الجديدة والمسحة وسر الخارستية والكهنوت وباقي الأسرار، وأيضا ما يختص بمجيء السيد المسيح الثاني وقيامة الأجساد والدينونة العتيدة. هذا من جهة الفكر، هو يقبل قواعد الإيمان، أما القلب فيكون مهيئا بنقاوة تليق بحلول السيد المسيح فيه. إيه معنى إن إنسان يقول أنا أمنت بالفداء وبالخلاص وقلبه مش مستعد لترك حياة الخطية، محب للخطية، هل يمكن أن يحل فيه المسيح؟ وأيضا الإرادة، الفكر يقبل قواعد الإيمان والقلب يقبل سكن السيد المسيح بنقاوة تصلح لحلوله، والإرادة تقبل تنفيذ وصاياه، الإرادة تكون مستعدة
لتنفيذ وصايا السيد وتجد مسرتها في ذلك. ده نوع من الإيمان الحقيقي. ومن ضمن وصايا السيد المسيح أنه إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يرث ملكوت الله. ومن قوى النفس أيضا العاطفة. العاطفة تشغلها محبة السيد المسيح، محبة المسيح تحصرنا، فالقلب المنشغل بالمسيح هو الذي يستطيع أن يقبله ويقبل عمل الولادة الجديدة فيلبس المسيح. الكتاب المقدس بيقدم لنا البطاركة الثلاثة الأول كثلاث مراحل في حياة الإنسان المؤمن. وكما نعرف جميعا أن هذه الشخصيات العظيمة في الكتاب المقدس لها علاقة بحياة الإنسان الشخصية، ليست هي شخصيات تاريخية يقدمها الكتاب فقط، ولكن هي شخصيات حية معنويا في كيان الإنسان وفي علاقته بالله. قدم لنا الثلاث بطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أبرز شيء في حياة إبراهيم والكتاب المقدس ركز على النقطة دي إن هو رجل الإيمان. فعلاقة الإنسان بالله تبدأ بالإيمان، تصديق الله وتصديق مواعيده الإلهية. آمن إبراهيم بالله فحسب له إيمانه برا. وإبراهيم بالإيمان لما دعي أطاع، وبالإيمان قدم إسحاق وهو مجرد. الشخصية الثانية شخصية إسحاق. كل واحد من الآباء البطاركة يمثل مرحلة في حياة الإنسان المؤمن في علاقته بالله. إسحاق ابن الموعد الذي بعدما مات جسد إبراهيم عن النفس ومات مستودع سارة، أعطى الله لإبراهيم أن يدعى له نفس بإسحاق، يدعى لك نفس. تجريب الحياة، إمكانية أن تبعث الحياة من جديد، وده معناه الولادة الجديدة ونوال البنوة والطبيعة الجديدة بالمعمودية. فتاني مرحلة في علاقة الإنسان بالله هي مرحلة الولادة من الله، وهي التي يمثلها إسحاق ابن الموعد. المرحلة الثالثة هي مرحلة الجهاد الروحي، وهذه يمثلها يعقوب أب الآباء. لا يعود يدعى اسمك يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله ومع الناس وقدرت. حياة يعقوب حياة كلها ملآنة تعب، ملآنة جهاد، فيها ضعفات وفيها قيام، فيها خبرة الحياة مع ربنا اللي بيقول أدربك أرشدك أنصحك عيني عليك. وحينما نام يعقوب إسرائيل على سرير موته قال لخلاصك انتظرت يا رب. هذا الإنسان الذي يرمز إلى حياة المجاهد في علاقته
مع الله الذي يجاهد روحيا حتى يسير زمان غربته بخوف، وحتى يتمم خلاصه بخوف ورعبة. ولكن لا يفوتنا أيها الأحباء إذا ذكرنا الإيمان أن نقول أننا حينما نتكلم عن الإيمان فلا نقصد الإيمان المجرد بالله، إنما نقصد الإيمان بالله في المسيح. إذا تكلمنا عن الإيمان في المفهوم المسيحي الأرثوذكسي فهو الإيمان بالله في المسيح، وليس مجرد الاعتقاد بوجود الله فقط. ففي شخص المسيح الفادي صالح الله العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، كما ورد في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 5 عدد 18 و19. إن حجر الزاوية في إيمان المسيحيين هو المسيح ابن الله. لما بطرس قال للسيد المسيح أنت هو المسيح ابن الله الحي، قال له على هذه الصخرة أبني كنيستي، صخرة الإيمان بالمسيح. على هذا الإيمان بنيت الكنيسة المسيحية. هكذا آمن المسيحيون بالمسيح أنه ليس بأحد غيره الخلاص. فحينما نتكلم مع إنسان غير مسيحي نكلمه عن الخلاص بالإيمان بالمسيح، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص. والإيمان شرط أساسي لاستحقاق دم المسيح، كما يقول معلمنا يوحنا الرسول في خاتمة إنجيله وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح، أي المسيح المخلص ابن الله. ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة بإسمه، أي الإيمان هو الخطوة الأولى إلى الحياة باسم السيد المسيح، أو هو الذي يفتح الباب إلى الحياة. والسيد المسيح نفسه قال لليهود إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم. عبارة تموتون في خطاياكم معناها إن بالرغم من إن دم السيد المسيح موجود وقادر أن يخلص العالم كله، إلا أنه لا يمكنه أن يخلصك بدونك. فحينما نتكلم مع غير المسيحيين نقول لهم أنه ليس بأحد غيره الخلاص، ونقول أيضا لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات تخلص، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، في ورد في رومية 10:9. جميلة الآية دي حينما نتكلم مع غير المسيحيين. إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك تخلص. إذا آمنت أن المسيح قد مات لأجل خطايانا
وأقيم لأجل تبريرنا يمكنك أن تنال الحياة، بس برضو بالمفهوم الإيماني اللي شرحناه في الأول، الإيمان اللي بيشغل قوى النفس كلها، الفكر والقلب والإرادة والعاطفة. شيء عجيب جدا يعني نقوله بصراحة، ان احنا نخش اجتماع كل اللي حاضرين فيه مسيحيين، كل اللي حاضرين مسيحيين، وبعدين نلاقي الواعظ بيقول ايه: ان اعترفت بفمك وامنت بقلبك بالرب يسوع تخلص. طب ده بيكلم ناس مسيحيين، ايه مجال الكلام في نقطة الايمان هنا والخلاص؟ دول ناس امنوا، وما فيش ولا واحد من اللي قاعدين لا يؤمن ان الله اقامه من الاموات. نفسي اسأل هذا الواعظ سؤاله، او تبقوا تسألوه انتم لو كنتم من المترددين على مثل هذه الاجتماعات، وان كان ده غلط قولوا له: أنت تشك أن حد من اللي قاعدين في الاجتماع يؤمن أن الله أقام المسيح من الأموات؟ إذا كنت بتكلم ناس غير مسيحيين يحق لك أن تقول هذا. أنت تكلم أناس قد آمنوا بالمسيح وقد نالوا الخلاص بالمفهوم الأرثوذكسي، أي نالوا الولادة الجديدة واستفادوا من ينبوع الخلاص، وهم يكملون الآن مسيرة جهادهم مع الله حتى يتمموا خلاصهم بخوف ورعبة. عايز تقول لهم توبوا، قول لهم توبوا. إذا كلمت المسيحيين قول لهم: عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لئلا يقسى أحدكم بغرور الخطية. عايز تكلم مسيحيين قل لهم: إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق، لا تصير بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف لدى الله وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. عايز تكلم المسيحيين وتنذرهم بالتوبة قل لهم: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون او تهلكون. عايز تكلم مسيحيين تقول لهم: من خالف ناموس موسى فعلى فم شاهدين او ثلاثة شهود يرجم، فكم عقابا اشر يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. عايز توعظ المسيحيين اوعظهم ان يتوبوا، ان يفيقوا، ان يحترزوا لانفسهم كما حذر السيد المسيح تلاميذ، وقال لهم: احترزوا لانفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة، فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، لأنه يأتي كالفخ على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. آدي الوعظ الأرثوذكس، ادي الوعظ الارثوذكس اللي ينهض الناس بالتذكرة لكي يتفكروا في يوم الدينونة، لكي يسهروا ويتضرعوا في كل حين. اسهروا اذا وتضرعوا لكي تحسبوا اهلا للنجاة، مش اللي يقولك انت خلصت وانتهيت. فلماذا يقول السيد المسيح: تضرعوا لكي تحسبوا اهلا للنجاة؟ إذا كان عدم النجاح شيء غير وارد على الإطلاق والنجاح حتمية،
فلماذا يعتبر السيد المسيح أن السهر والتضرع هو الذي يعطي الإنسان استحقاقا أن يحسب أهلا للنجاة؟ على هذا الأساس ارفضوا أيها الإخوة والأخوات، ارفضوا كل تعليم يتكلم عن الخلاص بالنسبة لإنسان مسيحي كما لو كان يكلم غير مسيحيين. المفروض أن كرامتك كمسيحي ترفض هذا، تقول أنا لا أقبل أن يكلمني أحد كما لو كنت غير مؤمن. ممكن أكون إنسان خاطئ أتوب، الوعظ يذكرني بأن أتوب، ولكن لا أقبل إطلاقا أن يقول لي أحد أني لم أعرف المسيح ولو حتى أنني قد آمنت بقيامته وموته. نعود إلى حديثنا عن ماهية الإيمان، فكما قلنا أنه يشغل قوى النفس كلها، نقول أن الإيمان وحده لا يكفي للخلاص إذا كان إيمانا عقليا، ولكنه هو الإيمان العامل بالمحبة. من أجل هذا يضع بولس الرسول أمامنا سؤالا هاما ويقول: جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم. إذن لابد أن نختبر أنفسنا أيها الأحباء، هل نحن حقا في الإيمان أم لا؟ يجب أن يكون الإيمان إيمان حي. الإيمان اللازم للخلاص لابد أن يكون إيمانا حيا، وقد وضح معلمنا يعقوب الرسول ذلك إذ قال أن الإيمان بدون أعمال ميت، في يعقوب 2:20، وكرر هذا المعنى قائلا: لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. يعقوب 2:26. هل هذا الإيمان الميت يستطيع أن يخلص الإنسان؟ هذا الإيمان الخالي من الأعمال لا يقدر أن يخلص أحدا، وهكذا يقول معلمنا يعقوب الرسول: ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له أعمال، هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ يعقوب 2:14. إذن إحنا لما بنسمع في الكنيسة باستمرار تعليم عن أهمية الأعمال الصالحة، الناس اللي بتيجي تحضر اجتماعات الكنيسة الأرثوذكسية وتسمع عن الفضيلة، قاعدين يتكلموا عن الفضائل، قاعدين يتكلموا عن الممارسات والتدريب الروحية، ودي كلها بتبعد الإنسان عن خلاص نفسه، ولازم نتكلم عن الخلاص عن الخلاص عن الخلاص، ولا شيء غير الحديث عن الخلاص والإيمان. طيب بيقول إن هذا الإيمان، هل يقدر هذا الإيمان أن يخلصه؟ هذا الإيمان الخالي من الأعمال الصالحة؟ حقا إن الرسول قد قال أننا قد تبررنا بالإيمان،
ولكن هذا الإيمان له صفتان هامتان: إيمان حي وإيمان عامل. لا نظن أن أحدا من البروتستانت يستطيع أن يدعي أن الإيمان وحده الخالي من الأعمال الصالحة والخطيئة. لأن الشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون في يعقوب 2:19. فإذا كان هؤلاء الذين يرفضون الأعمال الصالحة يقصدون أن يكون لنا إيمان مثل إيمان الشياطين، فهذا أمر آخر. عبارة الإيمان الحي العامل قد تتسع في مداها حتى تشمل الحياة الروحية كلها. آدي مفهومنا عن الإيمان، مثل يقولك إذا استطعت أن أنت تلتفت وتنظر المسيح على الصليب والجندي يطعنوا بالحربة فإنك تنال الخلاص وتضمن الحياة الأبدية. إيه ده؟ وما اللي الرسول بيقول فيه: وزمان غربتكم بخوف وتمموا خلاصكم بخوف ورعدة. فبسمعوا كلام الرسول لما بيقول بولس الرسول بيقول: لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. ولما نمسك كلمة المحبة في الإيمان نلاقيها بتشمل أعمال صالحة كثيرة. ونفس بولس الرسول لما حدد مواصفات المحبة قال إن هي تتأنى وترفض، وإن هي لا تحسد ولا تتفاخر ولا تنتفخ. نتكلم عن الاتباع وعن التدريب الروحية، هذا بيشكل الحياة الروحية، يعني الإيمان العامل بالمحبة. محدش ينتقد واعظ أرثوذكسي بيتكلم عن فضيلة الاتباع، ده غلط، الانتقاد ده غلط، لأن تعاليم الآباء القديسين مليانة بالحديث عن الفضائل الروحية. صدقوني يقولي ناس قالوا لي: إحنا زهقنا في أحد الاجتماعات من كتر ما بنسمع كل مرة عن إنك لازم تخلص لازم تخلص لازم تخلص، زهقنا نفسنا نسمع موضوع روحي نستفيد منه لبنيان حياتنا الروحية. عرفنا ان احنا عايزين نخلص، طب وبعدين بعد كده نعمل ايه؟ انما كل مرة يخش الاجتماع اللي خلص يرفع ايده والصلاة كلها منصبة على ان ربنا يخلص نفوس الحاضرين، كما لو كان كل الناس اللي بتحضر الاجتماع ده مفيش فيهم حد يعرف المسيح وعايز ينمو في علاقته مع ربنا. جزء كبير من الناس اللي بتحضر اجتماعات زي دي في الاخر بتزهق وتنصرف عنها، ويجي ناس غيرها جداد يجربوا بختهم. هذه المحبة التي لا تقبح ولا تطلب ما لنفسها، وبنشوف في حياة الاباء القديسين صور حية ازاي المحبة ما كانتش تطلب ما لنفسها. قصة عن عود العنب اللي لف على البرية كلها وكل راهب يقول اخويا احق بيه ويبعته له، لغاية ما لف على الرهبان ورجع للقديس مقاريس الكبير. مش ده مثل حي للمحبة التي لا تطلب ما لنفسها؟ هذا الايمان العامل بالمحبة، لا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالاسم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء، زي ما بيقول الرسول: لكي بالإيمان والأناه تنالون المواعيد. يعني حط الأناه مع الإيمان الصبر،
والسيد المسيح قال بصبركم تقتنون أنفسكم. فضيلة الصبر هي من الفضائل التي تؤهل النفس للخلاص، نوال الخلاص الأبدي. المسيحية يا أحبائي هي حياة، روح الحياة، ما هي آية واحدة. لو خدت آية واحدة تقول لك إن الإيمان يكفي لمجرد إنك تقبل فكرة معينة عن موت المسيح وقيامه وإنه مات لأجلك، مجرد الفكرة دي تكفي لخلاصك وإلى الأبد. ده الآية الواحدة. إنما الروح، الروح المسيحية في جوهرها كروح وحياة، تقول لك إن الإيمان إيمان عامل بالمحبة، يشمل الأعمال الصالحة كلها. فهل الإخوة المعارضون يقصدون الإيمان بهذا المعنى الواسع الذي يشمل الحياة الروحية كلها؟ وهل يقصدون الإيمان بالمعنى الكبير الذي أشار إليه بولس الرسول في الإصحاح 11 من رسالة للعبرانيين عندما تكلم عن رجال الإيمان؟ وواحد منهم بس قال عنه، تكلم عن كتار، قال بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع. أنا في الأول قلت لكم إن إبراهيم يمثل مرحلة الإيمان. طب تعالوا نشوف حياة إبراهيم من جوه فيها إيه. نلاقي إنه خرج من أرض وعشرته طاعة لأمر إلهي. نلاقي إن هو قبل الختان ختما لبر الإيمان، وده رمز للمعمودية. نلاقي إنه قدم ابنه الوحيد وهو مجرد ذبيحة حب لله. هذا الإيمان العامل بالمحبة. هل هم يقصدوا الإيمان بالمفهوم ده؟ ولا يقصدوا الإيمان، مجرد الإيمان خلوا من صفاته السابق ذكرها؟ في ناس من اخواتنا البروتستانت يقولوا آمن بالذي يبرر الفاجر فتخلص. آمن بالذي يبرر الفاجر مهما كانت أعمال هذا الفاجر. وجوه الإيمان يمكن أن تحتوى جميع أعمال الفجور والإثم، لدرجة أن ممكن الإنسان يختلط عليه الأمر، هل هو مطالب بحياة القداسة أم بحياة الفجور؟ الناس اللي بيقولوا ان الايمان وحده هو الذي يبرر الانسان ويوقفون الايمان كعنصر قائم بذاته بعيدا عن الاعمال، هيصطدموا بآية بولس الرسول لما بيقول ان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال وليست لي محبة فلست شيئا. في ايمان اكثر من كده؟ إيمان بينقل الجبال، لكن بدون المحبة لا يساوي شيئا. هترتفع إلى أي درجة في الإيمان؟ هتوصل لإيمان بولس الرسول اللي بينقل الجبال؟ حتى لو وصلت للدرجة دي وما عندكش محبة فلست شيئا، لا يستطيع هذا الإيمان أن يخلصك. إن كان بولس الرسول بكل إيمانه ليس شيئا بدون المحبة فكم بالحري نحن. عشان كده وضعت المحبة في درجة أعظم من الإيمان. هذه الثلاثة، الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة.
في ناس بيخلطوا بين كلمة المؤمنين وكلمة المختارين. أغلب الطوائف البروتستانتية بيعتبروا ان المؤمن لا يهلك، بيقول ان المؤمن ممكن يسقط ولكنه لا يهلك مهما سقط، ولكنه داخل دائرة الإيمان لا يمكن أن يهلك. فبيخلطوا بين كلمة المؤمنين وكلمة المختارين. جميع المختارين هم من المؤمنين، ولكن ليس كل المؤمنين مختارين. إذا كانوا الشياطين يؤمنون ويقتعرون، فلا يمكن أن نعتبر الشياطين من المختارين. وكما سمعنا أن هناك نوعا من الإيمان الميت ولا يقدر أن يخلص أحدا، وهناك أناس يرتدون عن الإيمان. تكلم عنهم الرسول فقال: ولكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، في مساوس الأولى 4:1. الناس اللي عاشوا في الإيمان دول وكانوا مؤمنين لكن ارتدوا عن الإيمان، هل يمكن أن يخلصوا؟ عشان كده الكنيسة ما بتعيدش للقديسين في يوم ميلادهم ولا حتى في يوم انضمامهم للكنيسة ومعموديتهم، إنما بتعيد لهم في يوم نياحتهم لأنهم كملوا في الإيمان أو اكتملت حياتهم في الإيمان، في يوم نياحتهم أو يوم استشهادهم، ده اليوم اللي عيدوا فيه في السماء. الكنيسة بكده بتنفذ وصية بولس الرسول حينما قال: انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. 600,000 رجل مقاتل متجرد للحرب خرجوا من أرض مصر وقد آمنوا بالدم وبخروف الفصح، وعبر عنهم الملاك المهلك، واعتمدوا لموسى في البحر الأخضر وفي السحابة. 600,000 معدودين للرب متجردين للحرب. هؤلاء لم يدخل منهم كنعان أرض الميعاد سوى 2 فقط: كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. فإن كان الأمر كذلك فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول، لئلا يرى أحد أنه قد خاب منه. ما كانوش مؤمنين دول؟ ما أمنوش بالفصح وبالدم وعبر عنهم الملاك وهم في أرض مصر؟ ما كلوش من خروف الفصح؟ كانوا مؤمنين ولكنهم هلكوا. هلكوا لأنهم جبنوا عن أن يحاربوا وخالفوا وصايا الله وأغاظوه في القصر، لذلك مقت ذلك الجيل بسبب أعمالهم الشريرة. وقال: أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحة. مسكين هذا الإنسان الذي يدعي ويقول: أنا قد ضمنت الخلاص. ضمنته وليس هناك أي احتمال لهلاكي
ليس من جهة عمل الله ولكن من جهة عمله هو أيضا وإرادته الذاتية. مثل هذا الإنسان، وإن كان هناك كثير من الأدلة ترد على كلامه، إلا أنه حرصا على الوقت أسوق له هذا الدليل الأخير فقط، وأترك المجال أثناء مناقشة باقي الموضوعات لكي يتسع البحث في هذا الموضوع. في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح 11، حينما يتكلم السيد المسيح مع المؤمن المسيح، متأسف بولس الرسول مع المؤمن المسيح، فيقول له: فإن كان قد قطع بعض الأغصان وأنت زيتونة برية طعمت فيها فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها. أظن ده واضح أنه بيكلم ناس مؤمنين. فلا تفتخر على الأغصان، وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل بل الأصل إياك يحمل. فستقول: قطعت الأغصان لأطعم أنا. حسنا، من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبتت. شوف يا أخي اللي بتقول أنه ضمنت الخلاص، لا تستكبر بل خف، لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضا. نحن ضمننا الخلاص من جهة عمل الله معنا أنه لا يرجع عن وعده، ولكننا لا نضمن أنفسنا ولا نضمن إرادتنا، فلهذا نحن نخاف. لا تستكبر بل خاف. فهو زار لطف الله وكرامته، لطف الله ممكن يستخدم وياك وممكن كرامته، أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبتت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. وهم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان فيطعمون، لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا. خلي الموقف ده في ذهنك باستمرار، لا تستكبر بل خف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. قد خلصنا وصنع الفداء لأجلنا وغفر لنا جميع خطايانا إن قبلنا الإيمان به وقبلناه، إن تركنا عنا شرورنا وخطايانا وسلكنا في وصاياه، إن أحببناه من كل القلب وسلكنا في مخافته. هذا من جانب الله، ولا يمكن أن يرجع عن وعده. ولكن ما موقفنا نحن إن لم نثبت في الإيمان العامل بالمحبة؟ يقول: أما اللطف فلك إن ثبت. إن ثبت، فالثبات هو شرط الخلاص النهائي، وإلا فأنت أيضا ستقطع. من أجل هذا نسلك في مخافة، نخاف من أنه بالرغم من وجود الوعد لئلا نخيب منه.
وكيف ننجو نحن إن أهملنا؟ خلاصا هذا مقدار قد صنعه الرب لأجلنا. فليصنع معنا الرب رحمة ورأفة ويعيننا على خلاص أنفسنا ويعطينا أن نكون ساهرين متيقظين باستمرار، ونصلي ألا يدعنا نغفل في هذا الزمان الحاضر بصلوات أبينا الطباوي قداسة البابا سنود الثالث، وبصلوات أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء، وبصلوات كل الكنيسة التي تصلي لأجلنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين. تسجيلات جوجو اللذيذ، إيميل gogo_ELAZIZ@hotmail.com.